اس عشق میں مر جاوا. تارا آروہی او کسری مين انتي؟ مايا بصراحة انتي طلعتي ذكية كتير. اللغز المعقد اللي ما قدر فيرات وديبي لاقوا له حل انتي لقيتي قدرتي وبكل سهولة انه تحلي هذا اللغز. عن جد انتي ذكية كتير وانا اسفة ما كان لازم اقول عنك انه انتي وحدة عادية ابدا. لازم يطلع لك مكافأة. دقيقة بس. ايه؟ لك كيف بتسترجي؟ اه؟ كيف بتسترجي تحكي؟ عم بتشكي ببنتي وفوقها عم بتقولي عنا انه هي آروهي او كيسري؟ بتعرفي انه انا جاي على بالي هلا اصل لك يا لسانك؟ ماما أنا بعرف كتير منيح ليش عم تعمل هيك. فجأة هي صارت أكبر عدو لإلي. ليش؟ لأنه بتعرف إني كاشفة سرها وخايفة بأي لحظة إني أفضحها. بس هلأ ما رح يصير غير المتوقعتي ورح أفتح تمي وأقول شو هو السر اللي مخبيتيه قدام كل العيلة. بس لحتى تعرفي كتير منيح إنك تجاوزتي حدودك معي بهالفترة. شو رأيك خالتي؟ تارا احكي شو قصدك؟ سر شو يا تارا؟ شو في إلا داعي احكي ديب؟ هلأ بتشوفوا بعيونكم. عن جد ها؟ ايه وإلا أختي روما رح تقلعني من هالبيت وتزتني برا بالشارع وما بعرف شو رح تعمل فيك انت. اختي روما مثل الوحش الكتل مستحيل تسامح حدا صدقني. ما يصرت قايلك كتير لا تحكي حكي مو منيح عن روما قدامي ما بحب هيك. شفتي ماما؟ قليلي شو رأيك بعد ما شفتي اختك حبيبة قلبك عم تمدحك عطول من ورا ظهرك؟ انت غلطت كتير يا خالتي. نسيتي كل اللي خدمتك فيه مامي جي وحياتك من قبل؟ كنتي شقفة ممثلة تعذبتي 15 سنة ودائما تترجي العالم لحتى يشغلوكي. هي بشو قصرت معك؟ وانتي شو عملتي؟ هنتي بنتها قدام الكل وبأبشع طريقة كمان. الكذب له حدود يا خالتي. من حظك انك خالتي، لو غير هيك كنت شلت لك لسانك من محله هلا وخليتك تندمي كل عمرك. وانت بريدفي شو حضرتك نسيت هلا مين بتكون انت؟ بعد كل شيء قدمت لك يا ماما وثقت فيك وجاي لك انا بدي اتقبل. واقف براك هذا الغبي كمان صدق انه اختي بتكون ممثله شاطره. بس من حسن حظك انك ما حكيت علي مثل ما حكيت اختي وما غلطت بحقي ابدا. ببقى بشوف شغلي معك بعدين. اول شي خليني احكي مع اختي. احكي لشو هالانانيه؟ انانيه؟ انت الوحده الانانيه مو انا اختي. انا بشو قصرت معك وعم امشي على كيفك من وقت ما دخلت على بيتك. انتي قلتي لي اخذ دور ام ولديب بكل شيء وقلتي لي انه مثل على آروهي ومثلت على آروهي وهلا لانه خلص شغلي صرت وحده انانيه وصرت محتاله حتى طلعوا كل الشغلات السيئه فيي. لك انا بحياتي ما شفت وحده انانيه مثلك. بكفي خالتي. اذا حابه تعيشي بهذا البيت ممنوع انه تحكي ولا كلمة على مامي جي. فهماني؟ خليها تحكي ديب، خليها تحكيون. خليها تسب على قد ما بدها. بكل الأحوال اللي ما بدها تقوله اليوم رح يكون آخر مرة.
فيك تقولي. ما عاد إلك قاعدة هون أبداً مايا. نقلعي من هون. تارا؟ إذا حضرتك هلأ خلصتي تمثيل علينا يلا نقلعي لبرا. بكفي، روحي فوراً. يلا نقلعي. نقلعي من وشي. سمعتي شو قلت لك ما؟ لك ما فيكم تعملوا هيك. بريتفي، احكي شي. اختي، اختي لو سمحتي ممكن تسمعيني؟ شو كنتي عم تقولي عني انا شاكة فيني؟ فيني انا؟ ليكي بدي احرقك وانتي عايشة اذا شفتك قريبة من هذا البيت، فهمتي؟ هلا احملي حالك وانقلعي. واطلعي برات هالبيت احسن ما جن. طلعي من هون. شكلي انا اللي بدي طالعك كمان. الظاهر انك تجاوزتي حدودك كثير. يلا بسرعة طالعي الدليل لشوف، وإلا أنا بوعدك بدي أحرقك وإنتي هون بأرضك. الواحد ما رح يحصد ورد إذا بيزرع شوك. كل واحد بياخد اللي بيستاهله دائماً. شكراً يا قدير لأنك ساعدتني بالقوة اللي أعطيتني إياها. أنا وأخيراً قدرت هد حيط من حيطان هذا البيت، وهلأ اللي لازم يصير إني أعمل مشاكل بين فيرات وديب. أنت أعطيني القوة كرمال إني أقدر حقق هدفي كله، كرمال لاقيها لخالته كلياني. بترجاك أعطيني القوة. شواني قلي. أنا عملت يلي بدك إياه. عملت شو؟ شواني، أنت عرفت شي عن خالته كلياني؟ مزبوط، جماعتي قدروا يلاقوها وهي حابة تشوفك فورا. قلي لي أنت إمتى رح تجي أختي؟ شواني هذا الخبر كتير كتير حلو. لا تتحرك، خليك عندك جاية فورا. ماشي. شواني شكرا. خالتك كالياني موجودة جوا، روحي وشوفيها. أنا رايح لحتى أشوف جماعتي. ماشي أختي؟ شكرا حبيبي شواني. خالته كالياني. أروحي خالته. خالتو انتي كيفك؟ طمنيني عنك منيحة؟ صحتك منيحة؟ انتي كيفك؟ انا منيحة. بس خالتو عن جد قولي لي شغلة، بالسجن انتي عن جد ما كنتي بتعرفي مين انا؟ لا روحي، صدقيني ما عرفت مين بتكوني غير لحتى طلعتي من الحبس. بس قلبي كان حاسسني انه مانك مجرمة بنوب، وانتي كمان لبسوكي التهمة مثلي. بس ما كنت بعرف انه العالم
يلي دمروا لي حياتي هن نفسهم العالم، يلي حطوكي بالحبس مثلي. بس خالته فيكي تقولي لي شغله؟ انتي عن اي جريمه تعاقبتي؟ وهدوك الاوراق قلتي انه انتي مستعده تخاطري بحياتك كرمالهم، بس فهميني شو قصتهم؟ هالمحتالة قاروهي اخذت دورها لتارا وقلعتني، هلا لوين بدها تقلعك اختي روما؟ لما تشوف الفيديو. القصة كتير طويلة اروهي. بنتي انا بكون مرته الاولى لدي ليبسينج. شي حدا سمع حديثنا؟ مايا خالته انا بظن انها سجلت كل شي حكيناه على موبايلها، اذا هذا الشي صح وقتها انا كل شي عملته وتعبي كله رح يروح على الفاضي. خالتي لازم نكمشها فورا والا انا بنكشف. تعي ديرات، نحن قلعنا خالته مايا من البيت، بس هي ممكن ما تضل ساكتة. إذا بتحكي اللي صار بشيملة لأي حدا كرمال تنتقم منها، وقتها رح تصير مصيبة كبيرة. لكن أنا رايح أقتلها فوراً قبل ما تحكي شي. لا فيرات، صدقني القتل مانو الحل لكل مشكلة من مر فيها. عفواً أستاذ، مالك معقول؟ بس يا صهري خلي حكيك الكبير لحالك. بس أنا بعرف منيح شو يلي بدي أقوله وشو يلي بدي أعمله، فهمت؟ لا ما بتعرف شو عم بتقول. الحقيقة ديب معه حق فيرات، اللي عم بتقوله إنه بدك تقتلها بتكون خالتك، لا تنسى هالشي. أنا بعرفها لمايا إنه مرة طماعة كتير وحاطة عينها على كتير شغلات، لهيك ما رح تستحتمها. الحقيقة رح تدور على طريقة كرمال ترجع على البيت. ليك بعد ما جبنا سيرتها دقت لي. ايه مايا قولي لي. اختي يا روحي. ما فهمت عليكي. انا جاي. ما في الك جاي لهون. آسفة، اللي صار صار وخلصنا. أختي سمعي اللي بالبيت إنه أروحي عايشة، عم قلك ما بقى إلك جاي لهون، خلص القرار نهائي. مو بس أنا، حتى أولادي ما بدهم إياكي، لهيك مايا لا تفكري ترجعي. إيه مع السلامة. ألو ألو أختي. لا كيف بدي خليهم يفهموا؟ كيف بدي قلهم إنه هالبنت أروحي؟ ديبو فيرات، لا تفكروا بمايا، روحوا دوروا على كيسري لأنه هذا المهم. هالبنت ذكية كتير، الحقيقة أذكى منكم اثنيناتكم. أول ما نمسكها أكيد رح نلاقي كالياني، لهيك لبقى تتخانقوا مع بعض وعملوا الشي الأهم. خالته إذا بتريدي لا تزعجيني. منيح إنه ما بصير شي بهذا البيت غير اللي بدها إياه ماما، فلو سمحتي خلصنا بقى. ديب إذا بتريد اسمعني. ديب ليك رح تقتلني. خالته مين قصدك؟ وينك أنت؟ أنا هلا بغابت ماكالي. إذا بتريد ديب لحقني. ديب إذا بتريد أنقذني أنا رح موت.
ألو؟ شوفي، ما فهمت، بس بعتقد أنه كالياني وكيسري مسكوا خالتي. إذا كالياني كانت بالسجن مع أروهي فأكيد بتعرف كل شي صار مع أروهي، وإذا هي بتعرف القصة مو بس خالتي بخطر وتارا كمان. روحوا أنقذوا مايا. مايا ليكا، ليكا مايا، مايا استني. أنا خبرت ولدي وأكيد رح يجي لهون. مايا استني. مايا عم قلك وقفي أحسن لك، اعطيني موبايلك. مايا أبداً، بدي أكشف سرك لو بأي تمام. مايا عم قلك هلأ أعطيني الموبايل. مستحيل أبداً، ما رح أرحمك أروهي، راحت عليكي. ليش عم تسوق السيارة على مهلك؟ سوق بسرعة، ما في وقت. شو هلا؟ شوفي، ليش وقفت هون؟ لأنه هذا هو المكان اللي دلتني عليه خالتي مايا. يلا ندور. وقت اللي بيكون الزمن ضدك ما بقى بتقدري تشغلي مخك بالمرة وتعرفي تحتالي على عالم. مايا أنا قلت لك توقفي بس أنت ما رضيتي تردي علي ورحتي على الموت برجليكي. أنت غلطتي معي وبحقي كتير يا مايا، بس ما كنت مفكرة أنه رح يصير فيكي هيك وتكون آخرتك بشعة بهالطريقة هي. مايا هي العدالة اللي بتتحقق رغم كل شيء، ما في غير العمايل السوداء هي اللي بتوصلنا للأسوأ على طول. أنا محظوظة كتير ماما، لأنه عن جد صار عندي حماية مثلك أنتي. مو كل العالم محظوظة لحتى تلاقيك إني مثلك. وبعدين حاولتي تحرقيني وأنا عايشة. والأحلى من هيك إنك شهدتي زور ضدي بالمحكمة. صدقنا كل حكيهم لإلنا وزوجنا من ابننا. عقابك كان قليل كتير مايا عالشي اللي عملتيه بحياتك معي، بس بدي إياكي لا تخافي بنوب، لأنه العالم اللي قلعوكي من البيت رح يصير فيهم أسوأ وأبشع من هيك بكتير. رح يتعاقبوا أسوأ عقاب بالدنيا ولسه أسوأ من عقابك هذا بكتير، لأنه أنا اللي رح أعاقب. ما رح خليهم يمسكوا أروهي ولو شو ما صار. كان
تالياني. انتو عم تدوروا علي؟ إذا أمكم ما قدرت إنه تأذيني، فكيف ولدين صغار بدهم يقدروا؟ امسكوني إذا فيكم. إذا كلياني هون، فأكيد كيسري رح تكون هون بشي محل، وخالتي معها. خالتي! يا خالتي! سمعتي؟ سمعتي صوت ديب؟ هلأ ما بقى فيكي تهربي يا روحي، رح يلاقوا محلك. ديب! خالتي! خالتي وينك؟ ديب! خالتي؟ خالتي! خالتي أمي! مين اللي عمل هالشي؟ احكي! مين اللي ضربك؟ شو؟ كيسري مو هيك؟ قليلي وين كيسري هلأ؟ وينه؟ ديب مو كيسري اللي ضربتني. لكان مين قليلي خالتي؟ ديب هي. ايه قولي. يلا احكي خالتي. مين اللي عمل فيكي هيك؟ احكيلي. كيسري هي اللي هربت من هنيك؟ لا تخافي انا رح لاقيها. شو خالتي؟ شو بدك تقليلي؟ ديب! ديب! شو؟ شوف الدليل، شوف! أي دليل؟ دليل شو خالتي؟ مجرمة، أنا بورجيكي. انقذت حياة بنت مريئة هلأ. شو كالياني؟ ما حدا قالك قبل هلأ اصحك تفكري تلعبي مع الشرطة الغميضة؟ يلا تعي. Thank you.
ديب، أنا مسكت كالياني. فيرات، وأنا كمان رح أمسك كيسري. قوصت عليها هلأ وصبتها، ما رح تقدر تبعد. وينك؟ يلا اطلعي من مخبئك، ما في أي مهرب. كيسري، هي آخر مرة بقلك، يلا اطلعي وإلا رح قوص كالياني هلأ. كيسري! شوفي ديب، مو معقول هربت مني، بس ما رح تقدر تبعد كتير. قوصت عليها وصبتها كمان، هذا الدم منها. خالته، بس وين بدها تكون اختفت؟ فيرات، نحن ضروري كتير نمسكها، معها موبايل خالته والدليل كله بالموبايل. لازم ناخد الموبايل منها. روح دور. أنا رح دور. كيسري، شو ما كان اسمك، بعرف إنك متخبية وعم تسمعيني هلأ. طلعي، ما في مهرب. إذا ما طلعتي هلأ دغري رح أوس كالياني. امشي. شو لازم أعمل؟ بدي روح. أول شي لازم أوصل على البيت، ووقتها بس رح أنقذ خالتي كالياني. أي بس شو من شان الجرح؟ إذا هنن بيشوفوا الجرح بالبيت هلأ على إيدي، فشو رح قلن؟ شو فيني أعمل؟ لازم أعالج الجرح قبل ما أي حدا يشوفه، وإلا رح تصير مشكلة كبيرة. استلميها، هاي عدوتك. محظوظة كتير عدوتي، لأنه رح أقدم مكافأة لأعدائي. كافئة؟ إيه ماما، إيه أنا رح أكافئة، بس قدام كل الناس. وين تارا؟ تارا؟ وين تارا؟ تارا؟ تارا وينك؟ في خبر حلو. تارا؟
شوفي رات، شو هو الخبر الحلو؟ رح أقول لك. بس دقيقة، إيه؟ رح جيب موبايلي. إيه أخي، قلي شو هالخبر؟ صار لي زمان ما عاقبت أي حدا. مسكنا كالياني، تعالي خلينا نعاقبها سوا. إيه؟ ليكي كالياني، بعرف إنك ما عم تلعبي لحالك، في معك شريك، عملت حالة خدامة وجت على بيتنا. يلا قليلي وين هي هلأ؟ اعترفي وقولي كل شي مخبيتي عنا، وإلا رح اذبحك بهالسكين. ما رح نخليها تموت بهي السهولة دي. هاي المرة عذبتها للماما كتير. حابة تلعبي؟ شكلك حابة تلعبي لعبة الغميضة. نحنا رح نعمل نفس الشي. يلا احكي، وين كيسري؟ كيسري هون. شو؟ وين هون؟ شو عم تضحك علينا؟ شو عم يصير؟ نحن لسه لهلأ ما بلشنا لعب معك وانتي صرتي تحكي مثل المجانين. وين كيسري؟ احكي. سبق وقلت لكم كيسري هون، بس انتو ما رح تقدروا انكم توصلوا له، حتى بحياتكم ما رح تقدروا تمسكوها، لأنه هي أقوى منكم كلياتكم وحتى أذكى منكم. شكلها ما رح تحكي، رح أسألها بصفتي المحقق لاكشيا. تعي معي يلا. وين كيسري؟ عم أسألك وين كيسري؟ يلا احكي. مو بس انت يلي طلعتي ضعيفة هون روما، حتى هو ضعيف مثلك. هذا كان بيتي، اخذتي جوزي مني بعد ما اخذتي مني كل شيء، بس مع هيك ما قدرتي تخلفي رجال. شو هالحكي هاد؟ شو هي المسخرة؟ حكي مانو مسخرة، هي الحقيقة. كل شي، البيت والأملاك، كلهم إلي وما إلك شي. دليب سينغ بيكون زوجي. شو؟ دليب كان زوجي. هاي المرأة أمك أخذت لي زوجي مني. فيكي تاخدي كل الأملاك والمصاري تبعي، بس بتقدر ترجعي لي زوجي؟ فيك تخليه يمشي؟ لك كيف بتسترجي تقولي عنه زوجك؟ مفكرة بحكيك أنا رح أشفق عليكي؟ آه؟ إذا كل مرة بدها تجي وتقول إنها كانت متزوجة ديليب سينغ، فمو معناته إنها كانت زوجته عن جد. هذا الحب الحقيقي عم تهجمي علينا بسببك، هو صار مقعد. ديليب حبني إلي، بس كان بده يتزوجني وبعمره ما حبك أنتي، مو أنتي اللي خليتي زوجي يصير مقعد كل عمره. يلا يلا ضربوها، ضربوها بقوة وعذبوها كمان. حلو، ما عرفتك قاعدة عم تبكي وتعملي حالك بريئة، فعلاً إنك شاطرة بالتمثيل. بس
خلاص، بس ما بقى بدي اسمع اي كلمه منك، والا رح اموتك. نحن عارفانين انك عم تكذبي وما رح تقدري تضحكي علينا. كالياني، انا سالتك، جاوبيني على سؤالي، قولي لي وين كيسري. وين؟ احكي فيرات. انا في عندي طريقه لنخليها تحكي، فلا تغلط. شكلها هي ما راح تحكي بالذوق، فاصحك تتدخل. وين كيسري كالياني؟ كيسري وينه؟ احكي. خلص فيرات، عم قلك اتركها، عم قلك بعد عنا. بهي الطريقة ما رح تحكي أي شيء. شوفي تارا، مانك مبسوطة بيلي صار؟ طبعاً أنا مبسوطة كتير. أنا مبسوطة كتير وأنا عم شوفها عم تتوجع، بس للأسف في شغلة عندي، مشكلة إنه أنا بخاف، بس شوف الدم، بخاف وبشوش على قلبي المنظر وبكره لون الدم. أنا حاسة حالي إني دخت. خلص أنا رح روح. تارا، هاي شو صار لها؟ هلأ هاي تارا؟ أكيد تارا مخبية شي، شفتوها؟ عن جد ما فيني اتحمل شوف خالتي بهالحالة. شو فيني اعمل؟ لك مو طالع بايدي ساعدها بشي، عملت حالي خايفة لحتى طلعت، بتمنى ما يكونوا شكوا بشي. حاسة حالي مربطة وما فيني اعمل شي. تارا، شو اجيت لحتى ترجعني ديب؟ أنا ما رح أرجع لهنيك، أنت بتعرف إني ما بحب شوف منظر الدم، عم تفهم؟ بعرف كتير منيح شو بدكن ديب، أنتو ما بدكن يعني أرجع تارا القديمة، بس حضرتكن مع هيك قاعدين عم تورجوني منظر الدم. إذا برجع بمسكها للسكين وقتها كل العيلة رح تخاف يصير شي ورح تاخدوني على الدكاترة لحتى أتعالج. قلي ديب. لا تارا، أنا ما بدي يصير هيك أبداً. كل اللي عم فكر فيه كيسري وبس، هي قدرت تهرب مني وقدرت كمان تاخد معها الدليل. بتمنى بس لو قادر امسكها، ووقتها انا رح دفع ثمن اللي عملته. لك مو معقول، بكفي بقى ديب، لا تحكي هيك، ليش ما عم تفهم علي؟ معناتها انتو خلص بدكن يعني ارجع تارا القديمة. طيب لكان خلص رح ارجع تارا القديمة ورح ورجيكم شو رح اعمل، بس انا ما بحب منظر الدم بنوم. خلص ما بتحمل. تارا خلص بكرهو. خلص بكفي رجاء، خلص روقي. كأنه في دمع المحرمة. لمين هذا الدم؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.